كيف رح تغير نصيبك؟ يا نسيب يا نسيب 200 مليون يا ريس قرب بدك وراي حظي وبعرفه على راسي يا ريس شو بتمنى انه حاربها بدك تاخذك ورقه اذا ربحت السحبة بدي اعمل ببيروت امبراطور بعمر بيت وان شاء الله بتجوز بشتري بيت بالحمرة كبير مع جنينة فيها ورود وشجر بعلم اولادي بكفي لهم تعليم بروح بقعد في جزيرة بدي محل نظيف ورايق بدي قاعدة بالضيعة وبعيش بروح بقعد بكاليفورنيا او بشي هيك وبصيف كل حياتي If I won, I'd probably buy a helicopter. Avoid all of this traffic. إذا أخذت ورقة ممكن تربحك إذا ما أخذت ورقة لا يمكن تربحك شو مامي؟ ما تضلك ناطر الحظ في بطاقة أكيد بتغير لك حياتك لعبها غير نصيبك ساهم بدعم بيروت مدينتي